أخبار اليوم. هذه الدماء تصنع هذا المستقبل، هذه الدماء تصرخ إلى العالم أن مصر في مواجهتها للإرهاب هي تواجه نيابة العالم ككل، لأن الإرهاب لا دين ولا وطن له، هو غدار خسيس يفتك بالكثيرين، ونحن نواجهه بقوة من أجل سلامة العالم. جئنا كوفد من الطائفة الإنجليزية في مصر من محافظات عديدة بتمثيل متعدد لنقدم واجب العزاء ونعلن تماسكنا مع بلدنا في مصر. دكتور أندريا، كنت عايز أعرف تعقيبك على كلمة السيد الرئيس النهاردة في تشييع جثمان الشهيد والراحل. بدون شك السيد الرئيس وجه كلمة قوية، وهي تتمثل في أهمية العدالة الناجزة، والعدالة الناجزة تعني ببساطة تحقيق العدل ولكن بإجراءات سريعة وحاسمة، لأن العدالة الناجزة جزء من عملية الاستقرار وجزء من ردع الإرهاب وجزء من ضمان وصيانة المجتمع. أنا أعتقد أن يتجه المجتمع المصري الآن إلى الإسراع بتطبيق منظومة قوانين فاعلة وسريعة ستؤدي بدون شك إلى حزم، وستؤدي بدون شك إلى استقرار مصر والمنطقة. وبالتالي الدعوة إلى عدالة ناجزة دعوة مشروعة وهامة في هذه المرحلة من تاريخ مصر. شكرا لك. شكرا.